ورجعنا لكم مرة تانية في الفقرة الثالثة والفقرة الأخيرة، فقرة مواهب على الطريق. انضم إلي في الاستوديو الأستاذ إسماعيل فرح. يا أهلا وسهلا أستاذ. يا أهلا وسهلا، سعيد جدا. واللاعب إسلام إسماعيل فرح. ازيك يا إسلام؟ أهلا وسهلا. عامل حلو. واللاعبين التوأمين اللاعب مصطفى محمد واللاعب يوسف محمد. أبارك يا رجالة. شرفنا معاك. أنت يوسف؟ الحمد لله. لا مصطفى. مصطفى وأنت يوسف؟ ماشي. طبعا في هذه الفقره، فقره مواهب على الطريق، هنتكلم الاول عن قطاع الناشئين بنادي الزرقاء، وطبعا كولي امر اسلام اتكلمنا برضو عن الخطوات الايجابيه لهذا القطاع. والله من يوم ما اسلام راح النادي الزرقاء وانا شايفه في صوره تانية خالص من يوم ما بدا كوره، طبعا بمسانده حضرتك ومسانده كابتن محمود حنفي، وبقى حاجه كويسه جدا. وانا حضرت معاه التمرينات وشفت، ما انا عشان انت متابع وبتحضر التدريبات على طول، فده اللي خلاني استضيفك في طبعا طبعا متابع التمرينات وشايف في ايجابيه وفي تحسن في تمام. في مستوى اسلام تحسن كبير قوي تمام. حتى نفسيا بقى كويس جدا. طب الحمد لله. بوقوفك جنب منه حضرتك اسلام من اللعيبه كويس. قول لي اسلام كده لعبت فين؟ الحمد لله. كان البدايه الاولانيه كنت بادئ في مركز الشباب عندنا في القطاميه، وبعد كده بدات بعديها في اكاديميه طلائع الجيش مع الكابتن احمد امين. تمام. لعبت 4 مواسم في الاسيوطي، بعد كده النادي اتغير زي ما حضرتك عارف بقى بيراميدز. لعبت موسم كامل، لعبنا جمهوريه وموسم في جولدي، والسنه دي مع حضراتكم في نادي الزرقاء. معي مداخله هاتفيه الكابتن وجدي عليوه مراسلنا من محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك يا كابتن احمد، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي البرنامج. كابتن وجدي، سريعا الجوله الخامسه من المجموعه العاشره لمحافظه الشرقيه، ولا الجوله كام؟ الجوله الثامنه يا كابتن احمد. الثامنه، اتفضل. شهرت غزاره تهديفيه وعدد كبير حب من الاهداف في ملاعب الشرقيه المختلفه والمنوفيه. الشرقيه تمكن من الحفاظ على القمه بالفوز على فريق مركز الشباب تلا على ملعبه بهدفين مقابل هدف. تمام. ونادي بالبيس تمكن من الفوز على شباب عرابي ب5 اهداف نظيفه على ملعب شباب عرابي. وابو كبير فاز على عرب الرمل ب3 اهداف مقابل هدف. ونادي ديار سقط على ملعبه امام شباب ابو حماد ب2-4 لصالح ابو حماد. وفاؤوس تمكن ايضا من الفوز على شباب ديار بنجم بنتيجه كبيره ب5 اهداف مقابل لا شيء. وتم تاجيل مباراه 100 خاقان و100 خلف بسبب مشاركتهم في كاس مصر. تمام. والغاء مباراه بطا ومنوف لعدم وجود الامن. الترتيبه كابتن احمد، الشرقيه في الصداره ب 22 نقطه من 8 مباريات. تمام. يلاحقه بالبيس ب 20 نقطه من 8 مباريات. ونجح مجلس اداره نادي بالبيس برئاسه النائب حموده محمد حموده في ابرام صفقه من العيار الثقيل اليوم بالتعاقد مع ياسر ابراهيم هداف الشرقيه السابق موسم الصعود الممتاز 2016. لعيب مميز. لاعب مميز جدا وهداف. وفاؤوس 17 نقطه ولعب مباراه اقل. وشباب عرابي في المركز القبلي الاخير بنقطه واحده. وتعاقد مجلس الاداره مع اصغر مدير فني في القسم الثالث هو كابتن ميدو غطب 38 سنه في تفاؤل خير بتغيير الجهاز الفني ده في عرابي ان الفريق حقق الانتصار الاول المباراه القادمه. وشباب ديار في المركز الاخير بدون اي نقاط. دي كانت كل اخبارنا بخصوص القسم الثالث اليوم يا كابتن احمد، وتحياتي ليك ولضيوفك الكرام. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظه الشرقيه. طبعا معي برعميني توأميني. اخبارك يا مصطفى؟ الحمد لله. إيه، انت حارس مرمى صح؟ حارس مرمى مواليد 2007. تمام. وانت بقى مركزك ايه يا يوسف؟ انا بلعب في مركزين، هاف ونص ملعب. هاف ونص ملعب. انتوا عاملين صراحه طفره كويسه في قطاع البراعم من اللعيبه المميزين. اللي مين اللي بيمرنكم بقى؟ كابتن حماده كمال وكابتن طارق. تمام. وانت؟ كابتن حماده كمال وكابتن طارق برضه. انتوا الاثنين 2007. طيب الصوره لقيت عبد الرحمن محمد فاروق لاعب مميز بالشيخ زايد من اللعيبه المميزين بقطاع. طبعا الحارس المرمى الموهوب مواليد 2007 صلاح عبد الله من الحراس الموهوبين. طبعا اللاعب الجيد محمد عبده مدير مواليد 2000 مواليد 99 بنادي الزرقاء الرياضي. فريق ال 2003 بنادي الزرقاء طبعا فرقه كويسه، طبعا فرقه محترمه بقياده الكابتن حاتم الكومي. كذلك فرقه ال 2002 كابتن وجدي علوي طبعا مراسل البرنامج.
الكابتن اشرف اللي حقق اليوم فوز غالي وفوز كبير على نادي كهرباء دمياط بخماسيه نظيفه في مباراه اليوم وتصدره المجموعه. طبعا الحارس الموهوب صلاح عبد الله ده ملعب في احدى قرى قريه مركز مطوبس، يا ريت المسؤولين عين الرحمه لهذا الملعب. مواليد 2000 بنادي الزرقاء الرياضي بغير الكابتن محمود حنفي. طبعا دي صورة النادي الاهلي اللي كان عليها المشكلة، مش هنتكلموا عليها الحلقة دي، خلاص المشكلة انتهت. بس بنقوله يا ريت ما فيش حاجة اسمها الحكام تتوقف عشان خطأ، وشايفينه انه مش خطأ بس خلاص الخبراء قالوا انه خطأ. اتكلمنا عن صوت الملعب وكلمنا عن صلاح عبد الله النجم الموهوب في حراسة المرمى، اللاعب البيلي قنديل من اللاعبين الموهوبين بقطاع الزرق مواليد 2001 مع مدير الفني الكابتن اشرف عطيه اللي عامل انجاز كويس، وده فرحه الفوز بخماسيه اللاعب ايمن واللاعب محمد عبد الباري. حابب تشكر مين في ختام هذه الفقره؟ والله انا حابب اشكر حضرتك كابتن كريم الكابتن احمد فواز على اتاحه الفرصه طبعا ليا والاسلام ان انا اظهر بالصوره الطيبه اللي حضرتك حبيتها يعني. وبشكر الكابتن محمود حنفي لدعمه الكبير برضه الاسلام. تمام. وبشكر الكابتن حاتم الكومي والكابتن احمد دويدار والمدربين القطاع عشان ما نزعلش حد. اسلام قول لي حابب تشكر مين بقى من طبعا بدايه احب اشكر حضرتك على الدعم الكبير ده حبيبي، والكابتن محمود حنفي اللي مصعدنا مع 2000. ان شاء الله عندنا ماتش مع المنصوره يوم الخميس نقدر نحقق الفوز باذن الله. واحب اشكر الكابتن حاتم والكابتن احمد حمد على المجهود الكبير اللي بيبذلوه معانا جدا في الملعب وبره الملعب، نفسيا وفنيا ونفسيا قبل الفنيا الاول. اللعيبه الموهوبه اللعيبه المميزين بجد في القطاع. قول لي كده يوسف انت ومصطفى حابين تشكروا مين بقى؟ حابب اشكر حضرتك اولا، وثانيا حابب اشكر الكابتن حماده وكابتن طارق على دعمهم الكبير معانا. حبيبي وانت؟ وانا زيه بالظبط، زي ما انت توأمه. واشكر والدي ووالدتي ان هم والدك ووالدتك. تمام جدع. مين تاني؟ وكابتن حماده وكابتن اشرف وربنا اولا عشان مجهودكم كويس في الملعب، وربنا يوفقكم كده عشان انتوا لعيبه موهوبه ومن اللاعبين المميزين. طبعا في ختام هذه الفقره معلش عشان وقت بس وقت البرنامج، طبعا بنشكر ضيوفي الكرام، وطبعا بننوه ان شاء الله باذن الله في الفقره او في الحلقه القادمه ان شاء الله انتظروا تقارير القسمين الثالث والرابع لجميع الدوريات والمجموعات على مستوى الجمهوريه ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقره بأكرر شكري الثاني لضيوفي الكرام، وطبعا ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء القادم وحلقه جديده من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.